والبقية تقول خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله اضطراب جوي سيخص الواجهة الشمالية، احتمال بعض الزخات من المطار تحت وقع عود ستخص السواحل والمناطق القرب الساحلية وكذلك منطقة الأوراس. أجواء غائمة على شمال الصحراء الصحراء الوسطى، درجات الحرارة في تراجع. أما خلال يومي السبت نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله هبوب رياح قوية ستخص الواجهة الساحلية الشرقية الوسطى والغربية، سحب تكون أكثر كثافة على المرتفعات الداخلية، احتمال بعض الزخات من المطر لتلتحق على السواحل الشرقية، رعود منعزلة على شمال الصحراء، درجات الحرارة في استقرار.